التصلب اللويحي هو واحد المرض عصبي مزمن اللي كيصيب الجهاز العصبي المركزي وكيأثر على الدماغ والحبل الشوكي، زائد أنه كيسبب تلف الغشاء المحيط بالخلايا العصبية واللي كيتسمى الميالين، وهذا شي كامل كيؤدي لتصلب الخلايا وبالتالي كيظهر بطء أو توقف سلاسلات العصبية المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسم. والتصلب اللويحي أنواع كثيرة، منها المتلازمة السريرية المعزولة، بمعنى نوبة واحدة من الأعراض العصبية اللي كتستمر لمدة 24 ساعة فقط. التصلب اللويحي المتعدد أو الهائج لنسبة المصابين به تقدر توصل 90%، والتصلب اللويحي المتعدد التدريجي اللي كيؤدي لإعاقة مبكرة مقارنة مع الأشكال الأخرى. في التصلب اللويحي كيظهر بشكل مفاجئ للمريض، وكتختلف الأعراض في حد ذاتها حسب درجة الإصابة ومكانها. فمن بين أهم الأعراض لهذا المرض خلل في التوازن، صعوبة في الكلام، ضعف أو تشنج في العضلات، تنميل في الأطراف، تشوش في النظر أو عدم تمييز الألوان، بالإضافة إلى ضعف وإجهاد سريع. بالنسبة لمرض التصلب اللويحي فهو كيتعتبر من بين الأمراض النادرة واللي كيستعصي الحل ديالها إلى ما تمش الكشف المبكر عليها. كيقتصر العلاج آنذاك على بعض الأدوية والحقن المهدئة فقط، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالترويض الطبي. كانت هذه هي حلقتنا اليوم دقيقة صحتك، تسنونا في حلقة جديدة مع نصائح جديدة ومعلومات جديدة. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو وفعل الجرس. شكراً.